بحضور نخبة من محبي التراث في مملكة البحرين وعدد من الأشقاء من دول الخليج، أقام صلاح أنتيك مزادا كبيرا شمل مئات القطع النفيسة والنادرة. هذا المزاد شهد منافسة من قبل الحضور، فبعضهم أصبح طامعا لاقتناء هذه التحف بدافع الهواية، والآخرون من أجل إعادة البيع لاحقا. الزميلة إيمان شرف شهدت هذه المنافسة وتنقلها لنا عبر هذا التقرير. عبارة من هدية من صلاح ومن منزلها مفتوحة يا شباب، اللي توقف عليه تباع. فتح المد 500 500 500 500 ريال 501 502. في أروقة هذا المكان منافسة قوية ليست كغيرها من منافسة، وكأنما تطبيقا للمثل القائل كلما قدم عمره زاد ثمنه، فما بها أولئك إلا أن يسعون لبذل الغالي والنفيس ليرتفع رصيد كل واحد منهم من التحف النادرة. فجمع المقتنيات القديمة هواية وقد أصبحت مهنة يقتات البعض منها، إذ حقق بعض هواة جمع الأنتيك ثروة لم تكن تخطر على بال أحد. حقيقة أن هذه التظاهرة التراثية فيما يسمى بالمزادات في منطقة الخليج تعتبر روح كل هاوي لهذا النوع من التراث، وهذا تراث الأجداد اللي الحقيقة عشنا معه وتعايشنا معه. بعضنا لم يراه الحقيقة، ولكننا في نهاية الأمر يعني نحرص كل الحرص على حضور هذا النوع من التظاهرات التراثية لأهميتها. يتضمن الكثير من المواد والقطع النادرة النفيسة مثل أجهزة التليفون القديمة النادرة وأجهزة الراديو اللي استخدمت في الخمسينات والستينات، بالإضافة إلى بعض الصحف والمجلات القديمة، كذلك هناك بعض الأسطوانات وأجهزة التصوير القديمة. صلاح أنتيك الذي اتخذ من اسمه نسبة للمهنة التي يزاولها بين جمع التحف وقطع الأنتيك، قد غاص في أعماق متاجر التاريخ رصدا لتلك القطع، فنجد في حوزته وثائق ورقية ودروعا وأواني فخارية تأخذنا إلى حقب زمنية سحيقة. كل مرة أسوي مزادات أشتري متاحف من الناس، أخذ لي متحف متحفين وأجمع الأغراض مالها الزين أعرضه للناس يستفيدون منه هواة التراث وأصحاب المتاحف. وابتديت في الشغلة من حوالي 18 سنة وأنا في المجال الأنتيك، واللي راح سيعرض عندنا اليوم راح تعرض عندنا جريدة أخبار الخليج. العدد الأول كان سعرها 50 فلس، الإصدار الأول 1976، فراح نفتتح المزاد بها اليوم، فهي سعرها 50 فلس، فراح توصل أنا ما توقعاتي راح توصل أزيد من 500 دينار. عند النظر إلى هذه المقتنيات تجعل المهتمين بجمع تلك التحف والأنتيك على حق في هوسهم بتلك الهواية ذات الذوق الرفيع التي تعطي صاحبها ثقافة وتقديرا لتفاصيل الشعوب والحضارات المختلفة وتساهم في توثيق التاريخ، فمن لا ماضي له لا حاضر له ولا مستقبل. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.